اليوم بدنا نعمل مراجعة لإكسسوارات التصوير من شركة يولنزي، لكن المختصة أو المركزة على تصوير باستخدام الهاتف إن كان كفوتو أو فيديو حتى، والإكسسوارات اللي ممكن تدعم هذا الإشي. شكرا لشركة يوكام للتزويد بهاي المعدات، وشكرا لهم لرعاية كل فيديوهات مراجعة معدات التصوير. خلينا نبلش بأبسط أكسسوري اللي هو اليولنزي CG02. هاي زي جريب أو ممسك بتركبه على تليفونك، ما في إشي بالكرتون غير التايب سي الشاحن وبس الجريب نفسه، وبتركب تليفونك عليه وبتشبكه بلوتوث. طيب شو فكرته هذا الكفر او هذا الجريب؟ فيه اشي زيادة اللي هو الضوء اللي هون شايفينه، غير الكبسات هلا بتقدر تشبكه بلوتوث. بس خليني اشبك تليفوني عليه، ايوه زي هيك. فانت فكرته بتشغله، طلع من الجنب هون فيه مدخل للشاحن التايب سي الجلدي، هاي انا بقدرش ما عنديش اضافر اطلعها، بس هون بس مدخل للشاحن للتايب سي الباور، وانه ياخذ الصوره. كيف بدي اشبكه بلوتوث؟ بدي اضل كابس على كبسه الباور من فوق، هي يشتغل معي. خليني اطفي الكي لايت مشان اشوف تاثيره. بالنسبه للفلاش تليفون اظن بقدر ازيده، بس اكبس مره مرتين بس لحد 3 مرات، هاي مره مرتين خلص. هذا اعلى باور له، والله منيح حتى لعيني كثير قوي. فبتفتح على بلوتوث التليفون وبتشبك الجريب وبتصير تاخذ الصور عن طريق هاي الكبسه اللي هون. بس موضوع بسيط جدا، بيساعدك انه تمسك التليفون وتصور فيه براحتك. هسه الكبسه اللي بتكبس فيها مشان تاخذ الصوره هي نفسها ريموت، يعني بتقدر انت تفكه عن الكفر وتستخدم ريموت لحاله اذا بدك تصور حالك سيلفي او اشي، او تثبته على ترايبود لانه حكينا في البرغي الربع انش المدخل تاعه، تقدر تثبته عن بعد وتشبك الريموت، بتضل كابس بيشتغل زيه زي ريموت بلوتوث، بعدين بتوصله على الكاميرا وبتصير تكبس وياخذ الصور. فهذا اكثر شيء مخصص مشان يساعدك بتصوير الفيديو، ونحكي هو البيسك، يعني هاي الخطوه الاساسيه او الدرجه الاولى. نروح للإشي الاعلى شوي اللي هو اليولنزي او لوك، صراحه إشي هاي كواليتي. هلا هذا الجريب شوي اعلى من اللي كان قبل، بحيث طريقه تركيب التليفون اللي هي الكويك ريليز، يعني بتقدر بسرعه تركب التليفون او تفكه. فهو بتكون اول شيء من الكرتونه، ما فيها غير القطعه الجريب، خليني اسحبها من هون بس الجريب. وفي كمان حزام تقدر تربطه على الجريب اذا بدك تستخدمه، هو الحزام بنحط من برا زي هيك، بس ما اتوقع رح تحتاجه، يعني هو موجود كاكسسوري زياده بتساعدك تربط الحزام وتثبته على ايدك اكثر. بس يعني انا عندي خبره من قبل ما احتجته كثير صراحه الحزام. شو بفرق هذا الجريب عن هذاك؟ فكرته بطريقه تركيب التليفون. هلا في قطعه ثانيه رح توصيها حسب تليفونك تقدر تشبكها، اللي هي رينج، بتفك اللزقه اللي عليه هاي اللي هون وبتحطها على التليفون من ورا. فبس تركب التليفون عليها تقدر بكل سهولة تشبكه بس بكبسة تكبسها هون، وبصير التليفون جاهز للاستخدام. هلا هون في هوت شو ماونت، بتقدر انت تركب عليه مايكروفون اذا بدك، فلاش او الضوء الصغير الاضاءات اللي حكينا عنهم امبارح زي اليولنزي VL49، فممكن ركبه وتستخدمه. وغير هيك ممكن انت تلفه بالطول. ايش فكرته؟ شو بيفرق عن ذاك الجريب؟ كويك ريليس، يعني بكبس وخلص بسحب التليفون، وهي اللزقه بتضل عليه من ورا تستخدمها. تمام، هاي هي كل فكرته ببساطه. وكمان بلوتوث، يعني بتقدر تكبس على هاي الكبسه وتشبك التليفون وتصور فيه فوتو او فيديو. فمن هون اجى اسم الاولوك اللي هو لما انت تركبه، اظن هاي هي الاو الدائره القفل، فبكبس وبتفك معي. وكمان شغله زياده فيه اللي هو هون في كبسه انت بتقدر تستخدمها، هاي مش بس كبسه انت بتقدر تفكها، وهي عباره عن ريموت، يعني بتقدر تطلعه، وهذا ريموت انت بتقدر تشبكه عليه بلوتوث هذا لحاله، يعني هاي فاضي الجريب من جوا، مش زي هذاك الجريب شوي مليان فيه شحنه وفيه بطاريه بدك تشحنه. اما هاي ريموت بلوتوث تقدر انت تفكه تشبكه على كاميرتك على التليفون وتصير تكبس وتستخدمه كريموت تصور فيه على تليفونك. نحكي هسه عن اليولنزي U200، هذا رينج لايت مع فون هولدر فيديو ريك. تمام، هون احنا ما بنحكي بس عن حامل للتليفون او مشان يساعدك بالتصوير، الكرتونه ما فيها غير بس رينج، بس انا بهمني اللي هون اللي هو رينج لايت او في كيبل شاحن، بس انا بهمني الرينج. هذا رينج لايت بتقدر تضويه، هي كبسه الباور من الجنب بضل كابسها وبشتغل معي، فهيك بتقدر تزيد قوته، هاي اعلى اخف شيء وهي اعلى شيء منيح. وكمان تقدر تتحكم بالكلر تمبريتشر اللي حكينا عنهم بضاعه الار جي بي، فبتقدر تدفيه ل 2500 كلفن وبتقدر ترجعه ل 5500. عدا عن هيك في 3 مداخل هوت شو هون، بتقدر تضيف عليها مايك، ضوء ثاني، ضوء ثالث، المايكروفون الوايرلس زي اليولنزي اللي عم بستخدمه هسه، فممكن تشبكه عليه
لكن انا بهمني هلا بس اشبك التليفون اجرب. حتى الفون هولدر لاحظوا انه كمان عليه هوت شو. بحب الشركات اللي بتهتم بهاي التفاصيل. هاي دائما خطا بشوفه لما تستخدم ستاند او ترايبود او بدك تركب عليه راسيه او فون هولدر، لا تلف الفون هولدر على البرغي لف، بدك تثبته وتلف البرغي في عجل خاص زي هيك فيك مشان اتاكد انه يثبت 100%. هلا بثبت عليها التليفون من هون وبستخدمها للتصوير. ما في طريقة للتحكم بالتليفون عن بعد، لازم اضويه واصور فيه عن بعد. في بس انه وصلت USB من هون للتليفون مشان اشحنه اذا بدي استخدمه كباور بانك، بس عاد عن هيك ممكن استخدمه بالطول او استخدمه بالعرض، ما في مشكلة. نحكي هلا عن اليلنزي MT52 او الغوريلا بود من شركة يلنزي. ايش هذا فكرته؟ بداية الكرتون بيجي فيها بس الترايبود نفسه وايدين زيادة. بنحكي عن الاذرع هاي كمان شوي، بس شو فكرته؟ بسيطة، بول هيد موجود على ترايبود صغير، غوريلا بود احنا بنسميها عادة مشان هاي الرجلين اللي بتطاعج بتقدر تركبهم على ستاند الى اخره. بس فيه كمان شغل زيادة انه الاذرع الزيادة اللي بتيجي معاه بيجي معاه اثنين، فكرتهم انه بتركبوا على الجنب تقدر انت تثبتهم، هم هوت شو ماونت يعني تقدر تعتبرها ماجيك ارم، بتشده فبصير عندك ذراع مساعدة بتقدر تركب عليه ضو او مايك. هذا الاول، والثاني نفس الشيء، اذا بدك تركب ضو هنا ومايك هون. فكرته جدا بسيطة زي الهوت شو على الكاميرا، بترخي العجلة شوي بتركبه هون وبتشد، فيك بصير عندك خمس أذرع له أو ثلاث أرجل وذراعين حسب أنت كيف بدك تصنفها. وهون عندك راسيتين هوت شو بتركب عليهم، نفس الشيء المايك، يعني حتى هذا المايك أظن هاي الهوت شو تاعته تركب هون مثلا، يمكن صوتي هلا تغير، وبركب هون ضو صغير زي الفي ال 49. عشان هيك الهوت شو كان جدا مهم بالاضاءات المربعه خصوصا. فانت هيك بتقدر تستخدمه تثبت كاميرتك هون او تليفونك. هلا هون ما بيجي معاه فون هولدر، فتشتري له الفون هولدر من يلنزي، راح نحكي عنه بالفيديو القادم ان شاء الله عن الماونتنج ايتمز. فبتقدر تشتريه وتركب عليه التليفون وتستخدم هون اضاءتك والمايك وتشبكهم على تليفونك. هيك بسيط جدا، هيفي ديوتي صراحه كثير ثقيل يعني ومتين، مش تشيب كواليتي مبين عليه. وانا مبسوط على موضوع الهوت شو هاندلز هذول، انا بقدر استخدمهم على الكاميرا مثلا مشان يمكن اركب الفلاش او المايك ثاني لحاله، بس هاي ممكن نستخدمها كماجيك ارم. يا ريت لو شركة يلنزي بس يقدموا هاي الذراع لحالها، اتوقع راح يعملوها لبعدين، انه هاي بتقدر تشبكها ماجيك ارم بس من هاي اللي بتطاعج براحتك الغوريلا بود. نختم الفيديو هلا باليلنزي ميتال كيج، قفص حديد. ايش فكرته؟ هلا اللي بيصوروا فيديوهات احترافية او سينما بيعرفوا شو قصة الكيج، اللي هو كاميرتك ما بتتحمل تحط عليها مايك وإضاءة وتشبك عليها ماجيك آرم وبطارية ولا آخره، فبتحتاج كيج احنا بنسميه. توقع راح يكون فيه بس مفتاح انجليزي، ونشوف بس هيك التليفون عليه من اولها كيف راح يكون يا عمي. فهي فكرة الكيج حبايبي او القفص، اللي هو طلع حديد وانت بتقدر تطلع براغي الربع انش، 1 2 3، كمان في من الجنب 1 2 3، هون هوت شو ماونت، هوت شو ماونت هون كمان، وكمان هون. طيب انا بدي امسكه زي هيك الكيج؟ لا حبيبي، بيجي معاه كمان ايدين. طلع والله مبين، حاس حالي بستار وورز. حتى الايدين في عليهم براغي الربع انش والهوت شو ماونت من فوق. والحلو انه هذا حبيته فيهم، كيف الذراع بيجي معاه الالن كي تاعه. طيب شو فكرته الالن كي؟ مشان توصل الايد الهاندل على الكيج في له قطعه خاصه بدنا نوصلها، فهلا بفرجيكم كيف. موضوعها بسيط جدا، خليني بس افك التليفون. الملقط كثير قوي وحديد، حديد ولا ألمنيوم؟ يعني ما أظن إنه حديد، هي عندي مغناطيس، مش حديد، ألمنيوم أتوقع. في عنا بالكرتونة اللي هي حكينا الكيج، وفي عندك ذراعين ممسك، وفي أدابتر أو نحكي طريقة مشان توصل الذراع مع الكيج، هاي هي تمام. ففي ثنتين، ما في أي قطع ثانية موجودة بالكرتونة يعني فاضي، ولا في سلك ولا أي إشي. هاي واحدة ثنتين والذراع. وفي حكينا كمان هولدر زياده مشان تركب عليه مايك اذا بدك. اوكي، طريقه التركيب كالاتي. انا عندي الكيج راح امسكه زي هيك، من ورا بقدر اركب تاعت المايك، هي في عليها ساهم سلايد ان، بقدر اسحبه من فوق واسكر عليه زي هيك، وبصير علي افتح واركب عليه المايك من ورا، مايك من ورا، باور بانك اللي بدك اياه. يعني انا ممكن اجرب اركب عليه باور بانك. هلا ما بتقدر تفكه الا تكبس هاي الكبسه اللي على الجنب وتسحبه لبرا. نحكي عن طريقة ربط الايدين الهاندلز. بدك تنتبه اول اشي انه الهوت شو او الاسهم هاي بدها تكون لفوق للاعلى، هاي لانه بتركب عليها المايك اذا بدك او اضاءة. وثانيا اتجاه الهوت شو بده يكون لبرا، اوكي، فهيك بده يتوصل. فهي وحدة
وهي الثانية بدي تركبوا يمين وبيسار. طيب كيف نركبهم؟ الموضوع بسيط، هلا من الجنب هنا في الذراع الاكستنشن، مشان هيك بتستخدم الالن كي مشان تفك اللي على الجنب هنا، تستخدم الالن كي وبتفك البراغي اول، بعد ما تفكهم بتخلي المدخل هذا لجوا زي هيك، بتحط هاي القطعة الوصلة، بعدين بثبت البراغي، بعدين بركب قطعة الوصل من جوا بالالن كي، بشد عليها هيك بتثبت. تقدر تغير ارتفاعها، تنزلها وترفعها حسب انت شدك للبراغي، يعني انا اذا بدي اياها لفوق ما بفضل تشد على الاخر، ركب بس برغي واحد اولا، بعدين بتجرب على الكيج شو الاريح لايدك، بعدين هذا الربع انش المدخل بلفه على الجنب زي هيك، شد البرغي كمان دن، هيك بتثبت هاي الايد الاولى. كمان الايد الثانيه هلا بركبها بتطلع معنا بنفس النتيجه. تذكروا تلفوا البرغي نفسه، ما تلفوا الايد ولا الكيج من القفص نفسه ما تلفوه. فتقريبا هيك بصير جاهز، لسه في برغي ناقص بركبه بعدين، بس خلينا نتاكد كل شيء ثابت. بعدين باخذ تيست للتليفون، بكبس زي هيك، برفع الملقط لفوق وبركب تليفوني بثبت. اذا في عندي مايك بثبته ورا، خلينا نجيب القطعة الزيادة بس هيك كشو، تشوفوا شو الفكرة، بعملها سلايد وبتسكر دن، وهيك صار جاهز تليفون الاستخدام عشان اصور فيه. بقدر اركب مايك نفس الشيء، هذا هوت شو ماونت بقدر اركبه هون، اوكي بقدر اركبه فوق زي هيك، اركب اضاءة هون او اركب شوت جن مايك، مع انه هذا مخصص للكاميرات مش للتليفونات، بس مشان تتوضح الفكرة عندكم، هذا كثير كبير، بس انه نفس المبدأ هون، بقدر اعمل عليه لوك على الكيج واستخدمه زي هيك. فهاي هي بعض الاكسسوارات من شركة يولينز اللي ممكن تدعمك وترفع من مستوى تصويرك باستخدام تليفونك. اذا انت بتحب التصوير بتليفونك، فانت هون بتعمل ابجريد شوي لاكسسوارات صغيرة. ممكن انت تبلش باليولينز CH02، اشي بلوتوث خفيف مع اضاءة موجودة فيه، او تعمل ابجريد كامل وتنط للكيج مرة واحدة وتركب عليه الاكسسوارات اللي بدك اياها. بصراحة يعني احنا نحكي من ناحيه شوف، انه لما تدخل على زبون بالسوق بدل ما تقول له بدي اجي اصور لك بالتليفون، خليه يشوف انه انت منزل له شيء مرتب هيك مع ضوء مع كذا، بحس انه كاميرا نازليت له. واتوقع رح ينزل اكسسوار انه انت تركب عدسه يعني على نفس الكيج، بس انه تقدر تغير العدسات اللي موجوده على التليفون. ما بعرف اذا شركه يولينز عندهم، بس اتوقع اخريتهم يعملوا، لانه التليفون ممتاز، بس اذا دعمناه كمان بعدسات ثانيه افضل وافضل. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي، اذا عندكم اسئله او استفسارات او معدات بتحبوا نعمل عليها مراجعات بالفيديوهات القادمه، تقدروا تبعثوا لي على بروفايل انستغرام او الفيسبوك @ليودتحماتي. تذكروا دائما ان كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه، وتذكروا أهلنا بغزة لا تنسوهم. يعطيكم العافية.